جملة عاطس الغلق وافي مسأل القلب ما فيه مظلوم أنا طول العمر ويش الأسباب والفكر شارد والزمن قد نسيتين قد شفت بعض الناس خاين ونصاب وناس غشاشة والقلب تكوين قصيدة بعنوان ظلم الناس للناس كلمات الشاعر خالد سويد عبد محمد من حب السحور منطقة المخادر قرية الشعبة الشعبة لحنها فايز أبو شمس عزباب وخل عبد فرحان وايقى حازيات مع فيات تسجيلات الفايز درق يا قابل التوبة من العبد لا تاب وأنت يا الله لا مرض عبد تشفيه من بعدها يا هاجس رغم لا تعاب صيغ القوافي وسأل القلب ما فيه سباب والفكر شارد والزمن قد قسي فيه قد شفت بعض الناس خاين ونصاب وناس غشاشة وللقلب تكويه قد شفت بعض الناس خاين ونصاب وناس غشاشة وللقلب تكويه وناس محتالة على كل الأصحاب وناس بالطيبة وبالطيب تبقيه مدير أنا مصري ظلمني ولا تاب من نار جهنم ربنا لا تنجيه هكذا دون محساب لا سامحه رب الخلائق ولا بريه يا الله يا رحمن يا رب الأرباب أنت الذي تنظر لعبدك وترعيه خالد سويد قالين صحاب ضع الصحب بين الصباح والعشية ليش هكذا والعيش والملح ما طاب ضع الوفا والعيش والملح تجفيه يا ظالم إن الله عالم بما غاب يعلم بما قلبك جهر به ويخفيه راسي من الغربة ومن ظلمكم شاب والنار في قلبي بتشعل وتغليه الله ينصف لي يزيل كل عياب ومن حميم النار نيران تصليه
الشعب محمد الجعمي لا أغلى تحية وابن علي فرع معي مثل الأقرب وقف معي رمز الرجال الوفية وختمها صلوا على سيد الأحباب من يذكره بالخير الله يجزيه من يذكره الله بالخير يجزيه للتواصل مع فايز ابو شمس على هاتف 721-690-0900 او 711-11-504-90